الباقر والسجاد عليهما السلام، أين العصمة وعلم الغيب والتفقه وبر الوالدين؟ التراث الشيعي القبوري وعلى نهجه وسلوكه المعتاد في التعدي والإفك والدس ينتهك حرمة الإمامين الباقر والسجاد عليهما السلام بموثقة معتبرة تشهد بمخالفة وعصيان إمام لإمام، بمخالفة وعصيان الباقر للسجاد عليهما السلام. أولاً، في مرآة العقول الجزء 20، وثق المجلسي رواية الكافي في الجزء 5 عن زرارة قال: حدثني أبو جعفر عليه السلام أنه أراد أن يتزوج امرأة فكره ذلك أبي، فمضيت فتزوجتها، حتى إذا كان بعد ذلك زرتها فنظرت فلم أرى ما يعجبني، فقمت أنصرف، فبدرتني القيمة معها إلى الباب لتغلقه علي، فقلت: لا تغلقيه، لك الذي تريدين. فلما رجعت إلى أبي أخبرته بالأمر كيف كان، فقال: أما إنه ليس لها عليك إلا نصف المهر. وقال: إنك تزوجتها في ساعة حارة. ثانيا، إمام يعصي ويعق والده الإمام لشهوة نكاح ونزوة. أليف، فالشيعة القبورية يقولون إن الإمام الباقر عليه السلام أراد التزوج بامرأة، لكن بالرغم من كره ورفض وعدم رضا والده الإمام السجاد عليه السلام، فإن الباقر عليه السلام ذهب وتزوجها. ب، فأين العصمة والإمامة والولاية وبر الوالدين والطاعة وكبح الشهوات؟ ثالثا، إمام لا يعلم مقدار مهر المطلقة غير المدخول بها. أليف، بحسب تراث التوقيع فإنه بعد عصيان وعقوق وجد الإمام الباقر عليه السلام نفسه متورطا بالزواج، فعاد نادما وغير عالم بمقدار استحقاق المرأة من المهر، حتى أخبره السجاد عليه السلام باستحقاقها نصف المهر. ب، فأين علم الغيب وأين التفقه في الدين وأين المعرفة بأبسط المسائل الفقهية؟ جيم، هل هذه هي الإمامة والعصمة عند شيعة القبور؟ رابعا، يظهر من الرواية أيضا أن الإمام الباقر عليه السلام لا يعلم الآثار المترتبة على الزواج في ساعة حارة، ولا يعلم كراهة التزوج في ساعة حارة. أليف، ويحتمل جدا أن الباقر عليه السلام لم يكن يعلم أنه قد تزوج في ساعة حارة لانشغاله بأمر التزوج إلى المستوى الذي خالف فيه الكراهة والنهي الصادر عن الإمام السجاد عليه السلام. ب، أين علم الغيب وأين علم ما كان وما يكون وما هو كائن إلى يوم القيامة؟ جيم، الإمام الباقر عليه السلام لا يعلم بكراهة التزوج في ساعة حارة، فتزوج في ساعة حارة وترتبت الآثار الضارة عليه وقد وقع الضرر عليه. دال، فأين الولاية التكوينية وأين السيطرة على العوالم وذراتها والتحكم بها؟ خامسا، إمام لا يعلم بالكراهة ولا يعلم الآثار المترتبة على الكراهة، فخالف وذهب وتزوج ووقع عليه الضرر، فأين الولاية التكوينية والسيطرة على العوالم وأين علم الغيب وعلم ما كان وما يكون وما هو كائن إلى يوم القيامة؟ قال سبحانه وتعالى: قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء إن أنا إلا نذير وبشير لقوم يؤمنون. سادسا، هنا يأتي تطبيق لا تقليد في أصول الدين، لا تقليد في العقائد. أصول العقائد، يا شيعي ويا قبوري، أجهد نفسك في التفقه والتدبر، فإن صرت عاجزا عن إثبات عقيدتك بنفسك بحجة يقينية تامة، بأن صرت عاجزا عن إثبات الإمامة، إمامة العصمة، إمامة الولاية التكوينية، إمامة السيطرة على العوالم والتحكم بها، إمامة علم الغيب
وعلم ما كان وما يكون وما هو كائن. فكن عاقلا سويا ولا تغال، وكن مسلما جعفريا مع إخوانك المسلمين الحنفي والشافعي والمالكي والحنبلي. المرجع المهندس الصرخي الحسني.